على صفيح ملتهب وظلام دامس، دخل شهره الثاني تعيش محافظة عدن الساحلية وقوده أجساد تسلخ من الحر الشديد والرطوبة العالية في صيف لاذع وسط صمت مريب للجهة الحكومية المسؤولة، حيث أكد سكان محافظة عدن انقطاع تيار الكهرباء لساعات طويلة على مدار اليوم فيما تعود لبضع ساعات لا تكفي للتخفيف من وطأة الصيف الشديدة وحتى لتبريد مياه الشرب أو المثلجات. آخر فصول مسرحية انقطاع منظومة الكهرباء خروجها الكلي عن الخدمة في مختلف مديريات عدن ومحافظتي لحج والضالع، وعودتها ليس إلا إسقاط واجب بعد أن أصبحت ساعات الانقطاع تتجاوز 20 ساعة مقابل 4 ساعات توليد على مراحل متفاوتة في كل 24 ساعة بحسب إفادات مواطنين. وتتضاعف المعاناة لدى كبار السن والأطفال والمرضى والنساء الذين أجبرهم الحر الشديد اعتلاء أسطح المنازل وافتلاش الشوارع والأرصفة مع حلول ساعات الليل لينعمون بنفحات برودة ربانية بعد أن يأسوا من وجود الكهرباء الذي يعد حقا مشروعا من حقوقهم وغيرهم من المواطنين في ربوع الوطن. واتهم المواطنون الحكومة باستغلال معاناتهم والمتاجرة بها لأسباب سياسية في ظل تضارب تصريحات مسؤولين في المؤسسة العامة للكهرباء التي أرجعت منظمة التعيين الجاري أسباب الخروج الكلي للخدمة حينا والانقطاع الزائد لساعات طويلة إلى انفجارات ضربت محطات التوليد بينها محطة الملعب بمديرية الشيخ عثمان. وتقول مصادر أخرى إن ارتفاع ساعات انقطاع تيار الكهرباء المصحوبة بخروج كلي في الغالب تعود إلى عجز في الوقود. وبحسب المصادر فإن شركة مصافي عدن تقوم بتفريق كميات كبيرة من المازوت كعملية إسعافية، إلا أن التيار الكهربائي لم يعد، كون أن هذه الكمية تكفي لتوليد 2 يومين على أكثر تقدير، ما يعني أن المعاناة مستمرة وأن الحلول الترقيعية تزيد من تفاقمها. نائب مدير عام كهرباء عدن لشؤون توليد المهندس أمجد مانا طالب كافة الجهات ذات العلاقة بسرعة تزويد محطات توليد بوقود الديزل بما يضمن استمرار عمل المحطات. وبحسب مراقبين فإن حلقة الثقة بين وعود الحكومة والمواطنين فقدت لتكرار ذلك السيناريو في أصعب المراحل التي مرت بها مديرية عدن، فبعد أن ضربت سيول جارفة معظم المديريات في مايو الماضي وألحقت بالسكان خسائر بشرية ومادية فادحة قابلت الحكومة بوعود ضبابية. تجاه ذلك خرج المئات من أبناء عدن في تظاهرة احتجاجية على الانقطاعات المتكررة والطويلة للتيار الكهربائي في ظل معاناة السكان نتيجة درجات الحرارة العالية وتردي الخدمات علها تصل إلى آذان أطراف الصراع لمعالجتها في القريب العاجل.